صباح الخير عليكم، مرحبا بشوف تي في. انتم معنا في مختبر خاص للتحاليل الغذائية. في شهر رمضان كيكثر استهلاك على المواد الغذائية الكثيرة واللي مرتبطة بتقاليدنا وعاداتنا في رمضان، من لحوم، من عجائن، من سكريات، وبالتالي هو خطر التسممات الغذائية كاين طول السنة، ولكن كيتكاثر با فورسيمون في شهر رمضان، ما كيتكاثر في الصيف. التسممات الغذائيه اللي كان ممكن نكونوا عرضه ليها كتنتج من تعفنات ومن وجود بعض البكتيريا اللي كتنشط في واحد الظروف معينه، من ظروف وقائيه غير سليمه، من الحراره، من بعض السلوكات اللي هي ما كتكونش نظيفه. وهاد البكتيريا هما اربعه الانواع ديال البكتيريا، منهم اخطرهم هو لاسالمونيل، بكتيريا لا سالمونيل، وبكتيريا ليستيريا. وهاد لي بكتيري موجودين في اللحوم، في الدواجن، في بعض المرات في لا سالاد، لا سالاد فيرت. دونك هادي كتكون لا سالاد فيرت، انا كنأكد عليها من لي ماتريس اليمونتير، من المواد الغذائيه اللي لما كانتش منظفه مزيان ومعقمه شي شويه كتكون سبب انها تعطي واحد التسمم غذائي. علاش؟ باسكو لا سالاد ملي كتوجد خصها تنكل أبعد تقدير، إلا تعطلنا ثلاثة سوايع من بعد. على قد ما كنوعيو المستهلك وعلى قد ما كنقولوا له أنك خصو يرد البال وخصو ما يقتني منتوجات الغذائية ديالو غير من الأماكن اللي هي كتبيع في واحد الشروط صحية واللي مرخص لها، على قد ما خصنا نوعي ونكونوا قراب. وهذا دور كديروا المشكورة لونسا، المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية، جميع الوحدات الإنتاجية ديال المواد الغذائية خصها تكون كتشتغل وفق معايير الجودة. الاضرار اللي ممكن توقع للمستهلك، حنا كنا ملي كنتعرضوا للانتوكسيكاسيون اليمونتير ولا تسمم غذائي، فلي سامبتوم اللي كيبانوا علينا هو التقيؤ، هو وجود واحد الحريق خطير وقاصح في لو سيستيم ديجستيف كله، يعني المعده والامعاء. ودونك حنا فاوتوماتيكمون كنمشيو عند الطبيب ولا لي زورجانس، لان خاص ملي يوقع تسمم غذائي ما نستهنوش بالامور، لان التسمم الغذائي التو في حالته الخطيره ممكن يقتل. حنا كمستهلكين دابور كاين قوانين كتحمينا، لا لوا 2807 دو لا سيكوريتي اليمونتير، هذه واحد القانون صدر في 2010 وتيطبق، والتطبيق ديالو ساري وكتسهر على التطبيق ديالو المكتب الوطني لجودة المنتوجات الغذائية اللي هي لونسا، مشكورة طبعا. هاد لا لوا كتقول ان اوكن برودوي، حتى مادة ما يمكن لها تباع او تسوق للمستهلك الا كانت ما كانتش مرخصة، والا كانت كتحمل واحد لو دونجي، واحد الخطر على صحة المستهلك. فبالتالي المنتجين واصحاب المطاعم واصحاب الوحدات الانتاجيه فهما في الفقره 5 مطالبين انهم ياخذوا الترخيص، ياخذوا لوتوريزاسيون ولا غريمون، الترخيص، الاذن والترخيص من عند لونسا، باش ممكن يبيعوا منتجات غذائيه ويحميونا. فينالمون يحميونا ملي كناخذوا منتجات غذائيه صحيه، سلسله الانتاج ديالها كانت في ظروف صحيه، البيرسونيل او وغادي ناكد على بالنسبه للحوم. في المغرب حنا شعب كنستهلكوا اللحوم بكثره، واللحوم كاين مشكل، كاينه واحد القاعده عامه في ليجيان كيقول لك الفو كوير سوفيزامون. وهنا كناكد ان اللحوم الحمراء بالضبط وحتى اللحوم البيضاء خصها تطيب بزاف، كل ما طابت بزاف كل ما حنا كنتفاداو واحد لي بكتيري، واحد لي بكتيري اللي كيموتو ملي كطلع لا طومبيراتور. دونك هذه قاعده عامه معروفه، كوير سوفيزامون. المنتجات الالبان بيان سور حنا كنا خصنا نكونوا واعيين وكنردوا البال لتاريخ صلاحيه، تاريخ صلاحيه مهم، ما خصناش نستهنوا المواد الغذائيه كثيره. كل مادة غذائية عندها لي كريتير ديالها وعندها كيفاش خصها تكون، كيفاش خصها تحتفظ، كيفاش خصها تجمد. غير الا جينا نهضروا على لا ريفريجيراسيون ولا كونجيلاسيون، غير هاد القضية هادي ممكن تكون سبب في تسمم غذائي. الا مثلا واحد المنتوج كاللحم كلافيون داشي الكفتة الا ما بقاتش فواحد لا تمبيراتور صافي كتنشط فيها لي بكتيري،
ومع ارتفاع الحراره كنهيئوا لجميع الظروف باش يكونوا فيها داك لي بكتيري السامين. وحنا ملي كنجيو نتناولوا داك الكفته بارفو غير كنشويوها ما كنطيبوهاش بزاف، فكتعطينا تقدر تعطينا التسمم الغذائي اللي كنتعرضوا له بزاف. هادو اغلاط مالوغوزمون كيداروا بزاف في البيوت، الناس البيوت المغربيه هذه ثقافه جديده داخله علينا، انا ضدها شخصيا، ما كنجمد حتى شي حاجه، قليل الناس دابا ولات كتجمد كل شيء. الوغ كو دابا اللي كنسمعوا مختصين في التغذيه وكنسمعوا اطباء كي يقولوا يفو فيغ اتونسيون، راه ما كيتجمدش كل شيء، حتى الا تجمدت شي حاجه كاينه مده وخصك ما تخليهاش في المجمد، ما تخليهاش في الكونجيلاتور. خلاص اللحوم الى ديكونجلات راه خص تستهلك، ما يمكنلاش ترجع للريفريجيراتور. دونك راه الا ما رديناش البال راه حتى في الدار واخا نسبه قليله اننا نتعرضوا من الطياب، لان الدار جينيرالمون سي ان اسباس كونترولي، الكوزينه كتكون صغيره، اذا المغربيات نظيفات ونقيات، فكيكون النقاوه غالبه على ان تكون شي حاجه، والخضر كتغسل بزاف ولي سالاد كيتغسلوا بزاف. ولكن غير ردوا البال في هادشي ديال لاكونجيلاسيون اللي قلتي عليه، مهم بزاف. هي ثقافه غذائيه خاصها تطور، ولكن خاصها تطور دون لو سونس اننا نفافوريزيو ناكلو داكشي اللي موسمي، اننا نفكرو ناكلو داكشي اللي صحي، اننا نقللو من العجائن، ولكن ماشي اننا كونجليو. انا ضد، لان عارفه شنو هما لي كونسيكونس على لا سونتي، انا ضد ان كلشي يكون يعني دايور اللي عملوا ليكسبيريونس انهم يكونجليو لي فروي كيفقدوا المذاق ديالهم ملي كتكونجليهم وديكونجليهم باش تستعملو في شي حاجه. واش ام احسن افروي ولا فاكهه شريتيها وبغيتي دير بها عصير او دير بها سلطه او تاكلها هكذاك ولا كونجلي؟ زعما هذه باينه